السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ أدعوك إلى ضغط لايك واشترك في القناة إذا لم تكن مشترك، وهيا نبدأ القصة أو قصة اليوم أيها الإخوة والأخوات بعنوان المزرعة. قصة عجيبة وغريبة جدا. يقول صاحبها: كنا في حي، وهذا الحي فيه مسجد، فيلتقي فيه الشباب يعني يلتقي فيه الناس للصلاة. يقول: وكنا نرى في أحد المرات أحد الناس، خلينا نسميه مثلا، نقول عن اسمه أن اسمه أبو محمد مثلا، فنراه في المسجد لكن لا يوجد هناك بيننا وبينه يعني علاقة، وإنما سلام عن بعد، يعني سلام من البعد فقط، يعني لا يوجد بيننا وبينها أي علاقة، لا نعرف عنها أي شيء، لكن نعرف أن كنيته مثلا أبو محمد. يقول: ذهبت أنا إلى مدينة أخرى لدوام، يعني لوظيفة، فنمت، فبينما أنا في نومي رأيت رؤيا، رأيت كأن أحد الرجال أمامي، فلما اقتربت منه فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبجانبه شخص يعني متكئ يعني على شكل نائم. فقال لي الشخص اللي هو أبو بكر: هل أنت فلان؟ قلت: نعم. قال لي: سلم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فاندهشت، يعني أصبت بالخوف، يقول: فانكببت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم أسلمه في المنام، فلم يكلمني ولم ينظر إلي. يقول: ثم قال لي أبو بكر مرة أخرى: سلم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أراه، يعني لا أرى وجهه وإنما الصوت، وهو متكئ على جنبه وأنا لا أراه. قال لي: اسمع، إذا التقيت بأبي محمد فقل له المزرعة المزرعة، قل له المزرعة المزرعة. يقول: فاستيقظت من نومي وأنا فزع ولم أعرف أي تأويل لهذه الرؤية. يقول: وبما أن الوظيفة كانت يعني بعيدة عن المنزل، بقيت مدة 3 أشهر، ثم ذهبت إلى الحي الذي كنت أسكن فيه. دخلت اليوم الأول، اليوم الثاني، وإذا بألتقي بأبي محمد يريد أن يدخل إلى بيته. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الأحوال؟ بخير. يعني هو استغرب مني هذا التدخل، لأن كان بيننا السلام عن بعد فقط. قلت له: أنت أبو محمد؟ قال: نعم. قلت له: أريد أن أكلمك في أمر. فاستغرب الرجل، قال: تفضل. قلت له: أنا لي منذ 3 أشهر رأيت رؤيا. قال: خير إن شاء الله. قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال لي إذا التقيت بأبي محمد اللي هو أنت قل له المزرعة المزرعة. يقول: فسقط الرجل على ركبتيه وبدأ يبكي يبكي يبكي. فتعجبت أنا، المزرعة؟ يقول: ثم تركني وانصرف، دخل إلى بيته وأغلق الباب، وهو في حالة ذهول وحالة يعني يريد أن يبكي، يريد، متعجب. يقول: فحاز في نفسي أنا، لماذا لم يخبرني بموضوع المزرعة؟ ما هي قصة هذه المزرعة؟ يقول: فنسيت الموضوع، مع الأيام نسيت الموضوع. مرت تقريبا 2 شهر وأنا في بيت الوالد، وإذا بطارق يطرق الباب. من؟ قال: هل ابنك هنا؟ قال: نعم. قال: كلمه، أريد أن أكلمه دقيقتين. فخرجت عنده، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخذني من كتفي وأبعدني، والرجل يعني تغير حاله، يعني أصبح متدينا ملتحي، يعني حاله تغير. فقلت: أخبرني أخي ماذا؟ قال: يا أخي الكريم، لعلك تريد أن تعلم قصة المزرعة.
قلت والله لكن ما دام أنك أنت يعني لاحظت أنك لا تريد أن تخبرني عنها فلم أريد أن أضغط عليك. قال سأخبرك. قال تلك المزرعة كنا نجتمع نحن 4 شباب كل خميس بعد المغرب إلى أذان الفجر على المعاصي، على الذنوب، على الأغاني، على المعازف، بل بعض المرات نأتي ببعض النساء، يعني أي معصية تتخيلها كنا نعملها. وكنت أقول أنا يعني لا أحد يعلم بنا، المزرعة هذه لا أحد يأتيها، وأنا مستور والحمد لله، وبعد مدة يعني أطلب العفو من الله عز وجل، والله غفور رحيم. وإذا بك تخبرني بهذه الرؤية، والله العظيم حركت لي مشاعري، تحركت، يعني زلزلتني هذه الرؤية، زلزلتني. يقول وبعد رؤيتك بشهر، بعد رؤيتك بشهر، طبعا أنا في أسبوع الأول أغلقت المزرعة وقلت شباب القصة كذا وكذا وكذا وكذا. يقول بعد أن أخبرتني أنت بالرؤية بشهر، مات أحد أصدقائي في حادث، نسأل الله أن يرحمه، وأنا الآن تبت إلى الله عز وجل من كل ما كنت أفعل، وأنا الآن أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه من كل عمل قبيح عملته. يقول وانصرفنا. يقول مرت شهر 40 يوم وإذا بالخبر يأتيني أن أبو محمد قد توفي. سبحان الله، انظروا إلى هذا الإنذار العجيب، يعني رؤيا يراها شخص بعيد جدا ويتكلف بعد 3 أشهر يخبره بالقصة. الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات إذا أراد لعبد يعني نجاة فيرسل له رسالة، يرسل له شيء يخبره بأنك على خطأ وبأن الطريق التي تمشي فيها الآن مخطئة، فإياك أن تستمر فيها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المتقين، وأن يجنبنا وإياكم ذنوب الخلوات، فإن ذنوب الخلوات التي تغلق على نفسك الباب ولا يبقى معك أحد، أنت فقط فتفعل كل المعاصي، هذه هي الذنوب المهلكة، هذه هي الذنوب التي تهلك العبد، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تكون قد انتهت قصة اليوم، إلى قصة قادمة إن شاء الله تعالى، وسأحاول ما أمكن أن أحط في كل يوم قصتين إن استطعت طبعا، وإلا فإن في كل يوم قصة بإذن الله تعالى. هذا أخوكم محمد يحييكم من إسبانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.